أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، معكم سامي المرسي في حلقة جديدة عن فنانة شيرين عبد الوهاب. هذه فنانة دائما متحاصر بالمشاكل، لأنها دائما ما تتحدث بدون ضوابط، تصطدم بالأوساط الإعلامية. ويقول: أزمة جديدة تحاصر المطربة المصرية شيرين ضمن سلسلة متصلة الأزمات التي تتعرض لها منذ زواجها من حسام حبيب حتى انفصلها عن الفنان، بدءا من الجدل الذي دار حول تفاصيل حياتهما الشخصية، وآخر هذه الأزمات هو وجودها داخل إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم، وما صاحب ذلك من لغط واسع خلال الساعات الأخيرة. كانت الأشهر الماضية بشكل خاص حافلة بالتطورات بالنسبة للمطربة شيرين بعد انفصالها عن زوجها المطرب أو الملحن حسام حبيب، حيث أن زواجهم لم يستمر أكثر من 3 سنوات من 2018 إلى 2011. وخرجت شيرين خلال تلك الفترة بتصريحات كثيرة كشفت خلالها عن تفاصيل حياتهما الشخصية وحجم الضغوطات التي ظهرت أنها تعرضت لها أثناء تلك الزيارة. اتهامات متبادلة بين شيرين وطليقها. كانت المطربة المصرية وطليقها يتبادلان الاتهامات بشكل أثار جدلا واسعا. بعدها تحرك الطرفان قانونيا من أجل مقاضاة بعضهما البعض بعد تصاعد تلك الاتهامات، وذلك قبل أن يتم الإعلان في 10 أكتوبر الجاري عن الصلح بينهما. وأعلن شيرين طبقا لموردة في بيان صادر عن محاميها أنها تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب وتتنازل عن القضايا كافة التي كانت مثارة بينهما. أزمة جديدة بعد التصالح، ترددت أنباء عن عودة الثنائي من جديد قبل أن تتكشف مزيدا من الملامح الأزمة مع دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى بزعم إصابتها بالرباط الصليبي على إثر انطلاق قدمها، قبل أن يتم الكشف من قبل محاميها عن تعرضها للضرب من شاقتها. ومع تداول أنباء تعرض شيرين للضرب وتأكيد حقيقة أنها ليست في مستشفى العظام كما تم الإعلان في البداية، بل أنها في مستشفى نفسية، خرج شقيق الفنانة ووالدتها في تصريحات إعلامية تحدثها خلالها عن كواليس الأزمة لتتكشف مزيدا من التفاصيل المثيرة للجدل حول وضع الفنانة المصرية. خلاف جديد بين شيرين وحسام حبيب من يملك حق غاب الفرح. الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كانت في حفلة في كارتاج تونس، أعلنت أن الجمهور أعادها للحياة. شيرين دائما تدخل في مخاطرات مع الإعلام مما يجعلها في دائرة الاتهام. وخلال تصريحات إعلامية زعم شقيق المطربة المصرية محمد عبد الوهاب أن شيرين رفقة طليقها حسام حبيب يتعاطيان المخدرات داخل إحدى الشقق في منطقة التجمع الخامس خلال الأيام الماضية، وأنه عمل على إنقاذها وأخذها للعلاج في إحدى المستشفيات النفسية، وشدد على أنه في بداية الأمر أعلن عن أنها تتلقى العلاج في مستشفى العظام وليس في مصحة نفسية، حرصا على اسمها موضحا أنها تمر بظروف نفسية صعبة. وأكدت كريمة أبو زيد والدة شيرين عبد الوهاب في تصريحات إعلامية لها نفس رواية نجلة، موضحة أن علاقتها بابنتها شيرين جيدة جدا، إنما على النقيض علاقتها بحسام حبيب الذي زعمت أنه بعد الصلح بينه وبين شيرين قامت الأخيرة بطردها وشققتها من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات. وقالت والدة شيرين عبد الوهاب في روايتها: قالت لي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس، ويلا برا من بيتي كلكم، على حد روايتها. وطلبت في الوقت نفسه بحماية ابنتها من طلقها بوصفه شر عليه طبقا لتصريحاته التي أثارت جدلا واسعا. وحرر محامي الفنانة المصرية المستشار ياسر قنطوش بلاغا ضد شقيق شيرين عبد الوهاب يتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وذلك قبل أن يعلن اعتزامه التنازل عن البلاغ المقدم بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي تثبت حالة شيرين عبد الوهاب. بيان النيابة العامة: وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا مساء الأحد أعلنت فيه عن أنها تحقق البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنها واصطحابها لإحدى المستشفيات الصحية النفسية لإرسالها به عنوة على إثر خلافات بينهما. وقد تقدم المحامي بصورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المسبوق. وذكرت النيابة في بيانها أنه في ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به، وتناقضت شهادات الطرفين مع ما ورد بمضمون البلاغ، وتسعى النيابة العامة باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها. لكن شقيق الفنانة يقول في تصريحاته أن من أخذ شقيقته من الشقة المذكورة هم الأشخاص المتخصصين من جانب
المستشفى التي تتواجد فيها وليس هو بنفسه. وخشف المحامي من أنه يحاول أن يقوم بإخراج المطربة من المستشفى على مسؤوليته الشخصية، ولكن الأمر في النهاية توقف على تحقيقات النيابة، مشيرا إلى أنه في النهاية أن كل ما يهتم به هو مصلحة وكلته شيرين فقط دون أي شخص. وأفاد بأن تقرير المستشفى الذي تتواجد فيه الفنانة المصرية حاليا يقول أنها تحتاج شهرا من أجل العلاج، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التقارير وحالاتها الصحية حاليا. كما رفضت مصادر طبية المستشفى الإفصاح عن حالاتها، وقالت لموقع من المواقع الأخبارية أن قانون الصحة النفسية يمنع الكشف عن الحالة المرضية ويقر بالسرية التامة. كما اكتفى الطبيب النفسي المعالج الفنانة شيرين بردود غير واضحة. حسام حبيب السيخ نفسه فإن مصدرا من أسرة حسام حبيب رفض ذكر اسمه، اتهم أسرة المطربة المصرية بتشويه سمعة ابنتهما ولا سمعة الفنان حسام حبيب بعد انفصال حسام حبيب عن شيرين الذي تم منذ عام تقريبا. ولماذا جن جنون الأسرة حاليا؟ اكتشفوا مسألة تعاطي المخدرات التي يتم الترويج لها، زعما أنه تمت إثارة المشكلة بعد عملية التصالح، لأن أسرة شيرين لم تكن تريد أن يتصالح الطرفان، لا سيما أن حسام حبيب كان يحافظ على أموال شيرين عبد الوهاب على حد قول. وأضاف الحديث عن تعاطي حسام حبيب وشيرين المخدرات كذب، كان أقصى ما يمكن لشيرين أن تتناوله هو أدوية عادية للمساعدة على النوم، ليس أكثر من ذلك أو أقل، وهي بعيدة تمام البعد عن تعاطي المخدرات، وكذلك حسام لا يتعاطى مخدرات حتى أنه لا يدخن. واتهم المصدر شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بتشويه سمعة شقيقته قبل تشويه سمعة حسام حبيب من خلال التصريحات التي أدلى بها، لافتا إلى أن الحديث عن شقة التجمع الخامس مردود عليه بأن والدة حسام وأخته يعيشان بالتجمع الخامس. وتساءل كيف يعقل في ظل الخلافات بين شيرين وحسام أن يجلس يتناول المخدرات معه، على حد زعم الرواية التي يرددها شقيقة، لا سيما أن التصالح لم يتم سوى من أيام قليلة فقط. وأضاف المصدر قائلا طيلة الفترة الماضية كان حسام حبيب يرفض الحديث عن شيرين بالتجريح أو التلميح، وهو حاليا أغلق هاتفه لم يتواصل مع أي فرد من أفراد أسرته. واختتم تصريحاته قوله وقعت طرد شيرين لأهلها حقيقة بعد أن علمت من يحبها ومن يؤذيها، وفقا للتصريحات التي أكد خلالها مساندته الخاصة لها ولو محامي. موقف النقابة، حول موقف نقابة المهنة الموسيقية اكتفى المستشار الإعلامي للنقابة فرق مطلب قوله لا نريد أن نسبق الأحداث وليس هناك شيئا بعد الموضوع قيد التحقيقات بالنقابة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، أرجو أن أعجبتكم الحلقة أن تبدو أعجابكم عليها وتقربون أراءكم حول ما نقدمه من حلقة حتى نستمر في مواصلة الحلقة. مع تحيات سامي المرتضى.